يخشى القوم البورصوي هنا من شدة الإفراط في تفاؤله اتجاه الأرقام التي ستحملها إليه البيانات المالية للشركات المدرجة أسهمها في ثاني أكبر أسواق المنطقة من حيث القيمة السوقية بورصة قطر. فأزمة الديون السيادية في منطقة اليورو ما تزال تقض مضاجعها أفرادا ومؤسسات، وتعكر المؤشرات الاقتصادية المتأرجحة في الولايات المتحدة مزاج السيولة لديه نحو القياديات أو الشعبيات من الأسهم، والتي فضل بعض المضاربين المحترفين منهم تقليب مدخراته في الأخيرة وما يزالون. أنا أعتقد أن السنة دي نسبة النمو الإجمالية هتكون أقل إلى حد ما من العام الماضي، ولكن الشيء اللي يسجل الحقيقة للاقتصاد القطري حفاظه على نسب نمو في وسط هذه الظروف المالية العالمية السيئة، وبيتوافق ده الحقيقة مع نمو الاقتصاد القطري المتوقع السنة دي أن ينمو الاقتصاد الحي بحوالي 6% والاقتصاد الاسمي ينمو بحوالي 17%. فواضح أن اتجاه الشركات واخدة نفس الاتجاه. معدلات النمو في صافي الأرباح ستبقى في خانة الأحادي بنهاية الربع الثاني من العام الحالي برأي محللين، وبما يتناغم مع معدلات النمو المتوقعة في الاقتصاد القطري والتي لن تتجاوز 6% بحسب صندوق النقد الدولي هذا العام. يدل على ذلك معدل النمو في الربع الأول من العام الحالي والتي لم تتخطى 1%، وساهم في بقائها ضمن المنطقة الموجبة قطاع المصارف المتوقع أن يشكل رافعة النمو هذا الفصل بفضل أرباح كي أم بي والتي تجاوزت 17% نهاية النصف الأول من العام الحالي. مقارنة بالربع الأول بشكل واضح هتبقى الزيادات محدودة، هنبقى في رينج 1-3%، لكن مقارنة بالنصف العام الماضي هيبقى فيه زيادة في حدود 5-10%، وده هيبقى على صعيد القطاعات البنكية والصناعية وقطاعات الاتصالات، ده في الأرجح. قطاع التأمين الذي تراجعت أرباحه بنسبة 6% في الربع الأول من العام الجاري يتوقع أن يبقى ضمن المنطقة السالبة بسبب تراجع الأسعار التأمينية، وكذلك قطاع الاتصال مع بقاء فودافون ضمن مربع الخسائر، في حين ينتظر أن يسجل قطاع الصناعة نموا لافتا مع زيادة حجم الصادرات الصناعية الهيدروكربونية واستقرار أسعار الخام عالميا، بينما ينتظر من القطاع العقاري أن يسجل معدلات نمو مستقرة نسبيا لا تبتعد كثيرا عن أرقام الربع الأول، بينما ينتظر من قطاع النقل الكثير مع تراجع أسعار النقل البحري عالميا بشكل دراماتيكي.